السلام عليكم طلاب، اليوم المحاضرة الخامسة الـ Interference of Light Waves، تداخل موجات الضوء. Interference تداخل of Light Waves، موجات الضوء. هنا في هذه المحاضرة، إذا كان عندما يكون لدينا موجتين للضوء لهما نفس التردد ولهما فاقطار ثابت أو صفر، تنتشران بنفس الوقت وفي نفس الاتجاه، وبسبب التراكب superposition لهاي الموجتين نحصل على نقاط لها شدة عظمى ونقاط أخرى لها شدة واطئة. هذه الظاهرة هو إعادة توزيع الطاقة بسبب تراكب الموجتين. وتسمى تداخل موجات الضوء. طبعا خليني أعيد لكم إياها بشكل: عندما يكون لدينا موجتين للضوء لهما نفس التردد ولهما فرق طور ثابت أو صفر، فرق الطور بين هاي الموجتين أما ثابت أما صفر، يعني شنو يعني متشاكهة، الموجتين متشاكهة، تنتشران بنفس الوقت وبنفس الاتجاه، يحصل لهم تراكب، يصير بهاي الموجتين. إذا صار بالموجتين نوع من السوبر بوزيشن تراكب، سوف نحصل على نقاط نتيجة هذا التراكب، نحصل على نقاط لها شدة عظمى ونقاط أخرى لها شدة واطئة. هذه الظاهرة هي إعادة توزيع الطاقة بسبب تراكب الموجات، وتسمى تداخل موجات الضوء. التداخل عند النقاط التي تكون الشدة عظمى يسمى تداخل البناء. التداخل عند النقاط التي تكون فيها الشدة عظمى يسمى التداخل البناء، والتداخل عند النقاط اللي تكون فيها الشدة واضحة يسمى التداخل الإتلافي. constructive interference destructive interference. constructive interference التداخل البناء، destructive interference التداخل الإتلافي. طبعا كنا إذا كانت النقاط اللي يكون بها شدة عظمى يحصل فيها constructive interference تداخل بناء، والنقاط اللي تكون فيها شدة واطئة تسمى destructive interference نتيجة توزيع الطاقة، إعادة توزيع الطاقة. إحنا هنا نفترض الموجتين مستقطبتين توافقيتين خطيتين مستقطبة خطيا. Consider two linear harmonic polarization waves E sub 1 E sub 2. Consider two linear harmonic polarization waves E sub 1 E sub 2 that have the same frequency. عندنا موجتين خطيتين توافقيتين مستقطبة، E sub 1 E sub 2. ممكن ان نوصفها بالمعادلات E sub 1 هي دالة للR فارزة T، R هو position مع المجال الكهربائي للموجة الأولى، الE هذا متجه المجال الكهربائي للموجة الأولى، هي دالة للposition والtime والزمن، يساوي E sub not 1 هذا الamplitude مع المجال الكهربائي للموجة الأولى، E sub 1 amplitude هاي الامبليتيود السعة مال الموجة الأولى. اكسبنيشن اي الجزء المعقد كومبلكس نمبر K sub 1 دوت R sub 1. K sub 1 كنا ويف نمبر، R sub 1 بوزيشن مالته مال الموجة الأولى، ناقص اوميجا تي الاوميجا فريكونسي مالته انجولار فريكونسي، فاي 1 الانيشيال فيز مال الموجة الأولى، انيشيال فيز ديفرنس مال الموجة الأولى. E sub 2 هنا electric field of the second wave مجال الكهربائي للموجة الثانية اللي دالة للposition والtime يساوي E not 2 summation I K sub 2 dot R sub 2 ناقص omega T plus phi 1. phi 1 و phi 2 هاي initial phase مع الموجة الأولى والموجة الثانية، ال K1 وال K2 wave number مع الموجة الأولى والموجة الثانية، ال R1 R2 هاي position للموجة الأولى والموجة الثانية، Omega angular frequency مع الموجة الأولى، Omega 2 angular frequency مع الموجة الثانية. إذن هذا شنو هذا؟ هذا
إزاحة المجال الكهربائي أو المجال الكهربائي للموجة الأولى، هاي المجال الكهربائي للموجة الثانية، المجال الكهربائي للموجة الثانية. أذن E not one E not two، هذا الامبليتود موجة الأولى، الامبليتود موجة الثانية. ممكن هاي نفتحها لأنه يحتوي على الاكسومينيشنال، الاكسومينيشن ممكن نفتحها إلى جزء كوساين وساين، ممكن كتابة بجزء كوساين وساين، ممكن نكتب هاي المعادلة الأولى بصيغة كوساين E1 بين قوسين R T ساون E not 1 كوساين K1 دوت R1 ناقص أوميجا T زائد فاي. أخذنا الجزء الحقيقي من نفتح الاكسومينيشنال، الاكسومينيشنال من نفتحها يحتوي على جزئين، جزء كوساين زائد I ساين. نترك الجزء الخيالي اللي I ساين، ناخذ جزء بس الحقيقي مالته اللي هو الكوساين، ناخذ نعتمد الجزء الحقيقي اللي هو الكوساين، ويساوينا E not 1 كوساين K1 S1 ناقص أوميجا T زائد فاي. مكان ال K1 دوت R1، K1 دوت R1 هاي هنا فتحناها كمتجهات ضرب عددي، ضرب عددي، فحولناها من ال R position R1 إلى S، لأنه حشوفوا كنا لأنه حولنا فقط المسار إلى مسار الموجة، يعني هاي فتح ضرب النقطي، ضرب النقطي اللي حيصير K1 دوت R1، ممكن نكتبها K1 دوت S1 أو K يساوينا KS كوساين زاوية بيناتهم.